أنا طبعا من ناحية المبدأ وبحكم التكوين الفكري حقيقة لا أؤمل خيرا كثيرا من العسكر في الحكم. هم ناس فضلاء وكويسين، ما دي المشكلة، انك انت تبعت واحد وديته لسانسير ولا مش عارف وديته لموسكو ولا لأمريكا ويست بوينت وعلم شغل الجيش، بعدين يجي يشتغل حاكم، والحكم ده مش لعب يعني يا أخي. الواحد عشان يبقى حداد أو نجار لازم له من إنه يعني خبرة. كونه يجي واحد وليد ضابط يصبح الصباح تلقاه بيجي خلاص حاكم، ويقعد يجرب في البلد لحد ما يتعب البلد ويتعب، زي ما عمل أخونا جعفر النميري. النميري ده من جيلي ومن دوري، لكنه لسبب ما هؤلاء الناس ما أدري إيه اللي يخلي واحد يقول والله أنا قادر على حكم بلد. أنا أظن الحكم ده حكاية صعبة خلاص، يعني الواحد يخاف منها. زمان نحن نعرف في تراثنا إنه الصحابة رضوان الله عليهم، كان عمر بن الخطاب العظيم يجي للراجل يقول له عاوز أعملك عامل، يشرد الرجل يهرب ينجو بجلده، لأن الحكاية مش لعب. فهؤلاء الناس عندهم من الجرأة، والله أعلم بعض اللي يمكن عدم الحساسية، إنه بيفتكروا بما إنه يقدر يمشي الدبابة كمان يحكم البلد. وقد جلبوا علينا شرا كثيرا، لأن السودان حقيقة كان بلدا رائعا ولسه فيه بقايا، كان فيه الناس مسلمين إسلامهم حسن، فيهم تسامح تكافل ترابط، وكان المطلوب من الحكومة إنها شوية يعني أولا ما ترتكب أخطاء، اثنين تساعد الناس يعني، بس دي كل حكاية. إنما تعمل ثورة وتغير وتبدل ما أظن ده نفع معنا.